أعتقد حضراتكم متفقين جدا معايا بأن احنا بقى عندنا الأمور الورقية في مصر، وإنك تاخد مثلا تجدد البطاقة، تجدد الرخصة، تدخل على موقع إلكتروني تطلع شهادة ميلاد، تروح مول مثلا تلاقيها. الحاجات دي بقت الحقيقة أكثر سهولة بشكل كبير جدا. ويمكن دولة زي مصر، في دول كتير في عالمنا العربي ما عندهاش هذه السهولة بالشكل ده. انت ورق ده كان بياخد مننا وقت طويل جدا، وكانت في ناس تبقى موجودة في محافظة تضطر تروح المحافظة التانية الرئيسية، يعني تيجي العاصمة، تيجي القاهرة عشان تستخلص الورق ده. اللي حاصل في الفقرة دي عايز أقول لكم أنه سيد وزير العدل والتخطيط، الاثنين الوزراء العدل والتخطيط يطلقان إشارة بدء تشغيل سيارات توثيق اللي هي بتاعت الشهر العقاري، هتكون متنقلة ما بين الأسكندرية ومطروح. عدد السيارات دي بيصل إلى 52 سيارة على مستوى الجمهورية، وده شيء مهم جدا. أنت أولا بتقلل الوقت، بتقلل حركة المواطن، وبتعمل سهولة في ان الناس يعني تقدر توثق اوراقها او انها تبقى بتتعامل مع الشهر العقاري في كل ما يريدون. خليني اعرف مزيد من التفاصيل مهندس اشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط لشؤون التحول الرقمي. مساء الخير مهندس اشرف. مساء النور، اهلا بحضرتك. أهلا. يعني اعتقد انه المواطن المصري بقى يعني يلمس هذا الشيء، يعني بقى فيه سهوله ويسر. كلمني عن هذه السيارات ال 52 اللي هتتنقل بين الاسكندريه ومطروح. اهلا بحضرتك في البدايه طبعا. طب اسمحي لي في البدايه بس ان انا اوضح مجموعه ارقام تكمل الجزء اللي حضرتك اشرتي اليه. احنا الحقيقه زي ما حضرتك اشرتي ان في تطور بيحصل في مراكز تقديم الخدمات، وبالذات الخدمات اللي هي بتلقى ضغط من المواطنين وعليها كثافه كبيره جدا من المواطنين، زي ما حضرتك اشرتي خدمات التوكيلات وخدمات الاحوال المدنيه واستخراج مخرجات الاحوال المدنيه. كان بيحصل مسبقا قبل كده ان المواطن بيبقى عايز الخدمه، هو بيتوجه لمركز اصدار الخدمه عشان يحصل على الخدمه الخاصه به. وبالذات في الخدمات اللي هي بتتطلب ضروره ان المواطن لازم يروح توكيل، يبقى لازم اروح علشان اثبات الاهليه الخاصه بالمواطن للحصول على التوكيل، تصوير بطاقه رقم قومي. النهارده احنا الحقيقه وزاره التخطيط، وكان بتوجيه من معالي الوزيره الدكتوره هاله، ان احنا نحاول نخفف العبء على الجهات الحكوميه وعلى المواطن في نفس الوقت. تمام. فكان فكره توفير مراكز متنقله الهدف الرئيسي منها ان انا اروح للمواطن، المواطن ما يروحش لمكان تقديم الخدمه. تمام. وكنا تركيزنا على الخدمات اللي هي لازم الاول ان المواطن هو اللي بيروح علشان يستلم الخدمه، زي تصوير بطاقه رقم قومي، زي توثيق اللي هي التوكيلات، خدمات كتير الحقيقه، وفي نفس الوقت ان هي تكون موزعه على كافه انحاء الجمهوريه، وفي نفس الوقت اللي هي بتغطي الاماكن اللي فيها كثافه سكانيه عاليه. احنا الحقيقه من سنه تقريبا تعاوننا مع وزاره الداخليه في خدمات الاحوال المدنيه وخدمات المرور، وتعاون طبعا كبير جدا ايضا مع وزاره العدل في خدمات التوثيق. احنا وفرنا في حدود 200 مركز تكنولوجي متنقل بيغطي نسبه كبيره من انحاء الجمهوريه. طبعا النسبه برضو مش هتبقى تغطي كثافه المواطنين طبعا، لكن احنا بنحاول نتوسع فيها طبعا بشكل كبير على مستوى عدد المراكز المتنقله، على مستوى الخدمات، على مستوى الاماكن اللي بنغطي فيها هذه الخدمه. ال 50 مركز اللي حضرتك اشرتي عليهم دول لسه مستحدثين فوق ال 200، يبقى اذا احنا وصلنا ل 250. كثفنا فيهم خدمات وزاره الداخليه متمثله في قطاع الاحوال المدنيه وخدمات التوكيلات. والحقيقه قلنا كمان بنعمل مبادره في خلال الفتره ديت ان هي تكون منتشره على طول الساحل من اسكندريه لمطروح طبعا، وفي نفس الوقت قلنا برضو لا هنغطي لبورسعيد الجزء ده كله برضو من الساحل، بحيث ان دي مناطق فيها كثافه في خلال الفتره من شهر 7 ل 8 فيها نسبه كبيره جدا من المواطنين. وطبعا وحضرتك بتخلي حتى المواطن في مكانه، انت مش مضطر تربك العاصمه، ومش مضطر ان المواطن يسيب شغله يوم او يومين علشان يعمل ورقه. فبالتالي بقت يعني فيها افاده كبيره جدا للمواطن وللبلد وللطرق وحاجات كتير. يعني مظبوط كلام حضرتك سليم. يعني هذه المراكز المتنقله بتوفر لي مزايا عديده جدا جدا. اولا فيها مرونه ان انا اقدر اتوجه بيها في اي مكان، فيها مرونه ان هي تؤدي مجموعه خدمات، فيها مرونه تؤدي النهارده خدمه وبكره خدمه ثانيه. صحيح. النهارده لو مثلا مكتب التوثيق او مكتب السجل او اي مكتب
حصل فيه انقطاع للتيار الكهربي، لا انا العربيه ما بيحصلش فيها انقطاع للتيار الكهربي، فهي من العوامل اللي تقدر تساعدني في تقديم الخدمات بدون توقف بدون انقطاع بمرونه. وطبعا اهم ما يميزها ان هي بتروح للمواطن في المكان اللي هو بيطلبه. طب السؤال برضو، السؤال هنا يعني مهندس اشرف، يعني برضو الناس هتعرفوا، هل العربيات دي بيتم الاعلان عنها من قبل المحافظة، احنا بنتكلم على اسكندرية ومطروح او طريق الساحل الشمالي، بيتم برضو بيبقوا عارفين السيارة واقفة فين، بتبقى بالقرب من المحافظة ولا مناطق زي وسط البلد في مطروح او مناطق في القرب في اسكندرية بطريق الساحل؟ ما هو من اسكندرية لمطروح احنا عندنا ساحل طويل عريض يعني، فاذا هي بتقف، هل المواطن بيتم الاعلان يعني في وسائل الاعلام عن مكانها؟ اقول لك على حاجه، حاليا اولا في رقم الكول سنتر اللي هو 16973، ده الاتصال بيه ال 24 ساعه بيوضح 16973. أيوة. يعني الناس بتعرف منه فين كل التفاصيل. أيوة. فين تمام. السيارات دي موجوده تمام. وفي نفس الوقت في طبعا دعايه، ده عند البوابات اللي موجوده فيه بيبقى عناصر من الشباب موجودين بينوهوا بيوضحوا للساده المواطنين الاماكن والمواعيد والخدمات اللي بتتقدم وكل حاجه. بنعمل دعايات كتير، ولسه الفتره اللي جايه هيكون في دعايات اكتر والاعداد اكتر بكتير. الخدمه الحقيقه ممتازه جدا، احنا بنعملها أكيد. بدون اي تكاليف اضافيه على المواطن، احنا الهدف بتاعنا ان المواطن يرتاح وتقليل التكدس على الاماكن الحكوميه وبلدنا ترتاح، يعني ما يبقاش احنا ترتاح. احنا اعداد كبيره جدا، فكل ما حاولت ان الناس تاخد الخدمه في اماكنها ما حدش هيتعطل عن شغله، او ان احنا نربك دايما المحافظات بناس وافده لمجرد ان هم عايزين يعملوا ورقه او اتنين. نتمنى ان شاء الله كل ده يبقى فيه تسهيل وتيسير على المواطن وعلى ايضا البلد بشكل كبير. بشكرك جدا ونتمنى ان شاء الله التوفيق لبدء تشغيل هذه السيارات. بشكرك جدا مهندس اشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط لشؤون التحول الرقمي، دي من الاشياء اللي بتهم المواطنين.